نعم، أهلا بكم مشاهدي الكرام من العاصمة العراقية بغداد، وتحديدا من الشارع العراقي، إلى هذه الحلقة الخاصة لمناقشة ذكرى تشرين الثالثة تحت عنوان كيف ستكون. وكذلك سنبقي عينا على التطورات والمظاهرات في إيران. وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة بالسيد مشرق الفريجي رئيس حركة نازل آخذ حقي، أهلا وسهلا. وكذلك بالدكتور أياد العنبر أستاذ الفكر السياسي في جامعة بغداد، أهلا وسهلا. والسيد مصطفى السعدون مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان. وكذلك السيدة علا التميمي سياسية مستقلة. وكذلك السيد سلام الحسيني ناشط مدني، أهلا بكم ضيوف الأعزاء. ونحن نناقش ماذا سيحدث في تشرين من أحدى ساحات العاصمة العراقية بغداد. ستكون بالقرب من هذه الساحة ساحة النسور مظاهرات، وكذلك بالقرب من هذه الساحة ساحة التحرير أيضا ستكون فيها مظاهرات. أبدأ من السيد الفريجي، كيف ستكون المظاهرات؟ هل هناك تنسيق من جميع قوى تشرين بأن يكون هناك تظاهرة في مكان واحد؟ لأننا أمام عدة ساحات للتظاهر في النسور وفي التحرير وفي بعض المحافظات العراقية الجنوبية. شكرا جزيلا لحضرتك ولقناتكم الكريمة وللأصدقاء الضيوف. أعتقد أن تشرين وصلت إلى مرحلة جيدة من النضج بأنها تختار أكثر من مكان للتظاهر، وهذا دليل أن هناك مجاميع بدأت تنتظم بشكل جيد بعد أن كنا فرادا وكنا في رمزية ساحة التحرير في 1/10/2019. اليوم هذه المجاميع بدأت تنتظم لفكرة، تنتظم لعمل سياسي، تنتظم لعمل احتجاجي، وأنا أعتقد هذا شيء جيد. وبالتالي اليوم فوق أنها هي ذكرى للشهداء في هذا اليوم، أيضا هي إحياء لهذه المطالب العظيمة التي رفعت في تشرين، وعلى رأسها التغيير الشامل لهذه المنظومة، وبالتالي هي ما أنشأ عنها من شهداء، وصارت المطالب تتحدث عن حقوق الشهداء ومحاسبة القتلة، إلى أن سيكون هذا اليوم يوم 1/10 أعتقد في ساحات عدة للمحافظات. أيضا الذي لا يستطيع الوصول إلى بغداد سيكون في محافظته في النجف، أبرز الساحات والناصرية وساحة البصرة أيضا، هناك ستكون هناك تظاهرات مؤيدة لتظاهرات بغداد. عن التحرير أتحدث، في التحرير الشباب يتحدثون عن السلمية ورفع مطلب التغيير الشامل وعدم الاحتكاك مع القوات الأمنية، وأيضا استذكار برفع صور الشهداء، وأيضا بإشارات كبيرة إلى الفاسدين ومعاقل الفاسدين والقنوات التي سببت أذى للشعب العراقي منذ 2003 لغاية هذا اليوم. في ساحة الفردوس هنا في النسور عفوا، هناك لجنة مركزية بدأت تنتظم وتتضح بشكل واضح وصريح، وأيضا هي ترفع مطلب التغيير الشامل. هددت قبل فترة ببيان كان بيانا قويا بأنها ممكن أن تقرأ بيانها في ساحة في داخل المنطقة الخضراء، وحضرت وجهزت ونظمت لهذا الموضوع، وقبل يومين أو أكثر أصدرت تنويها آخرا ملحقا لهذا البيان بأنهم سيحاصرون الفاسدين في عقر دارهم في الخضراء، وأيضا أكدوا على السلمية وأكدوا على عدم قطع شارع وأكدوا عدم غلق مدرسة أو مؤسسة حكومية. لكن هناك نقطة مهمة، وبعثوا برؤساء الاطمئنان. نعم، في المظاهرات السابقة كانت هناك ديمومة للمظاهرات، هل نحن أمام مظاهرات لساعات وتنتهي أم لا؟ ستبقى المظاهرات. طيب خلنا نرجع احنا لواحد عشرة، ما كان أكو نية انه تستمر التظاهرات بشكل واقعي. كان هناك تعاملا حكوميا قاسيا جدا مع المتظاهرين، وبالتالي راح شهداء العدد، وكان هناك تعامل سيء جدا بالضرب والأمور الأخرى، وأيضا عمليات الاعتقال التعسفية التي كانت مارستها القوات الأمنية حتى الفترة التي عندما توقفت التظاهرات لغاية 25/10. هذه التعاملات هي أدت بشكل واقعي إلى زيادة الزخم الجماهيري، وبالتالي كان يوم 25/10 هو بداية لانطلاقة كبيرة. أنا أعتقد أنك جميع السيناريوهات متاحة أولا، وما سيزيد الأمر بدفع الشباب إلى أكثر إلى هذه التظاهرات هو التعامل الحكومي معهم من ناحية القمع أو ناحية التعامل السلمي. الشباب أكدوا على السلمية وأكدوا على التنظيم وأكدوا على أنهم بعيدين عن الاحتكاك من القوات الأمنية. نعم، الدكتور أياد العنبر، هل من الممكن أن تكون تشرين 2019 نفس تشرين 22؟ ما هو المتغير بين 2019 و22؟ أولا حياك الله وحيا الله الأساتذة الأصدقاء. يعني أولا هي تشرين لا يمكن أن نعتبرها أو نختزلها حقيقة بأنها حركة احتجاجية ضد حكومة محددة ولا ضد فقط الطبقة السياسية، وإنما ضد منظومة حكم لا زالت تمارس نفس السياسات ونفس منطق إدارة الدولة ونفس تفكيرها بعلاقتها مع الجمهور.
على هذا المرتكز أنه لا يوجد شيء يتغير. قضية الإدامة وقضية الاختلاف هو في الظرفية. ظرفية تشرين في ذلك الوقت كان هنالك تعبير أو وصلت أعلى مراحل السخط على منظومة الحكم، كان هنالك حقيقة تمادي في استخدام العنف والبطش والقوة الغير مبررة في 11 تحديدا، ولذلك كان هنالك حركة تكتيكية من المحتجين بأن الانسحاب والعودة مرة أخرى في 25/10 التي عادت أقوى وباغتت حتى قوى السلطة بأنهم كانوا يفكرون واستعداداتهم في يوم 25 هي ظهرت قبل ساعات، قبل ساعة 12 يعني تجمعوا بالتحرير، فبدت الشرارة واستمرت. كان التعاطي معها بمنطق متعالي مع كل قوى السلطة والتخوين، هذا كان السبب الأساسي أنه الكثير من القوى الناشطة القوى الفاعلة أنا أتأكدت على أن هذه مرحلة فاصلة. التداعيات والنتائج ومن استغل تشرين ومن دخل على خط تشرين، هذه نتائج كلش طبيعية في ظرف أنه تشرين تميزت ولا زالت تتميز أنها قالت ليس لدينا قيادة موحدة، وهي حركة عفوية تمثل عن الشارع وعن تطلعات جيل جديد لا يفهم لغة لا زال وخطاب سياسي لا زال يتحدث بالماضي. نعم، لكن هناك نقطة مهمة دكتور أياد، خاصة بعض الكتل التي شاركت في الانتخابات الأخيرة المبكرة هي كانت محسوبة على تشرين، وتحديدا امتداد التشظي الذي حصل في هذه الحركة وفي هذه الكتلة السياسية، عدم وجود رؤية واضحة للمستقلين داخل البرلمان، هل أضعف تشرين؟ لا، هو مو أضعف تشرين، بس ممكن نقول أكو رصيد تآكل وأكو منظومة سلطة تحاول تسقيط تشرين بهذه النماذج اللي، وإلا هو مفتوح. كثير من القضايا كثير من الشخصيات كانت تدعي أنها قريبة من تشرين وخطابها يمثل تشرين، لكن بالنتيجة النهائية هل فعلا كان لهم حضور في الساحات؟ قوة تحالفت وقوة اشتركت ثم انسحبت واشتركت في منظومة السلطة، حتى الحكومة الحالية بعض الشخصيات كانت أنها تقدم نفسها مقربة من تشرين، لكن بالنتيجة النهائية لا يمكن أن تختزل بنماذج شخصية. قد يكون هنالك اختلاف في المطامع، هناك من يعتقد أن هذه المنظومة من أساسها تحتاج إعادة، ليس إعادة ترتيب وإصلاح، وإنما إعادة أو قلع جذري مثل ما يقولون، أو إعادة النظر في علاقتها مع المواطن. كل واحد عنده نظرته، من اشترك في السلطة مشكلته لم يكن يشترك وفق برنامج ووضوح الرؤية، ولذلك قوى السلطة أقولها بكل صراحة ما عدا شخصيات، أنا أتحدث هنا عن بصورة عامة، لكن هنالك شخصيات كانت لحد الآن لها حضور، خطابها الإعلامي ليس بالمستوى صحيح لكن لا زالت واضحة بقضية علاقتها بتفريد، لكن قوى السلطة بمنظومتها بقدرتها على الاستقطابات السياسية تنجح دائما في قضية سحب البساط من أي عنوان، ولا تنسى الاحترافية السياسية مفقودة تماما عند القوى الصاعدة بعنوان السيد مصطفى السعدون. كمرصد عراقي لحقوق الإنسان كان لديكم دور في عملية رصد ما حدث في تشرين 2019 من الجانب الأمني، يعني كان هناك بعض التحذيرات بأنه ربما هناك من يقوم بعمليات اغتيال أو عمليات هجوم على المتظاهرين بحجة أنه ربما قوات أمنية قامت بذلك، ما هي المخاوف لديكم في مرصد حقوق الإنسان في خصوص أمن هذه المظاهرات؟ يعني إذا ما عدنا بشكل قليل إلى الوراء إلى عام 2019، في عام 2019 كان الحديث هناك عن طرف ثالث، بصراحة تامة لا يوجد هناك شيء اسمه طرف ثالث، كان هناك فقط طرفين، طرف اللي هو المتظاهرين وطرف القوات الأمنية والجماعات المسلحة الساندة للدولة التي شاركت في عمليات التحرير. المخاوف الموجودة حاليا بصراحة تامة تتعلق فقط في تظاهرات يوم السبت. لماذا نقول تتعلق فقط في مظاهرات يوم السبت؟ لأن المتظاهرون الذين سيخرجون يوم السبت هم غير، برأيي وحسب المعلومات المتوفرة، هم غير منتمين لأي حزب سياسي أو جماعة مسلحة من تلك الجماعات والأحزاب التي أسست منذ عام 2003 حتى يوم. لذلك هذا هو الخطر الوحيد الذي يمكن أن يؤشر لدينا بأن هناك عنف قد يرتكب ضد المتظاهرين. التظاهرات التالية والتظاهرات الأخرى ما
مثلا التظاهرات التابعة للتيار الصدري، التظاهرات التابعة للإطار التنسيقي، التابعة لأحزاب وحركات أخرى، يعني بصراحة هي لا تواجه العنف من القوات الأمنية، وهذا ما نتمناه. لكن في ذات الوقت نتمنى ونطلب ألا يواجه المتظاهرون السلميون أي عنف من قبل الحكومة العراقية. يضاف إلى ذلك، نعم هناك من يستغل التظاهرات، نعم هناك من يستغل التظاهرات، لكن واجب القوات الأمنية وحرصها الحقيقي ودورها في حماية المتظاهرين يظهر في هذه اللحظات، ليس في لحظات السلم. نعم هناك نقطة مهمة، اليوم نحن تجولنا في العاصمة العراقية بغداد، أتينا إلى هذا المكان في وقت مبكر خوفا من التأخر بسبب الإجراءات الأمنية التي تتخذ. الإجراءات الأمنية التي تتخذ في العاصمة الآن هناك من ينظر إليها بنقطتين، هي إجراءات لحماية المتظاهرين وهي أيضا إجراءات لحماية المنطقة الخضراء، لأنه عمليا القوات الأمنية لا تريد الصدام على أسوار المنطقة الخضراء وتفضل أن يكون بعيدا عن ذلك، لأن القوات الأمنية لطالما تتهم بأنها أتاحت الفرصة لعملية الدخول لأكثر مرة داخل المنطقة الخضراء. كيف تنظرون إلى الإجراءات الأمنية المتخذة؟ كل الإجراءات التي اتخذت منذ تظاهرات عام 2008 و2011 و2015 و18 19 حتى هذه اللحظة هي إجراءات لحماية المنطقة الخضراء، هي إجراءات لحماية السلطة، حتى ما كانت إجراءات لحماية مؤسسات الدولة. يعني إذا لاحظنا أن مؤسسات الدولة تعرضت لتدمير لحرق من قبل متظاهرين كانوا تابعين لتشرين أو كانوا تابعين لأحزاب سياسية، فبالتالي هذه الآليات المتبعة الأمنية والسلوكيات الأمنية والإجراءات الأمنية هي إجراءات وسلوكيات وآليات من أجل حماية المنطقة الخضراء فقط. نعم بإمكان الدولة، لكن هناك حسب معلوماتي أكو تنسيق ما بين المتظاهرين والقوات الأمنية في هذه المظاهرات في عملية تحديد المكان وأيضا الحماية. حتى آسف أستاذ مشرق، حتى وإن كانت هناك التنسيق، ربما التنسيق مع طرف، تظاهرات ما عادت هي تظاهرات واضحة المعالم بصراحة. تشرين ما عادت تشرين 2019، تشرين انصهرت مع أحزاب متنفذة، مع جماعات مسلحة، مع أجندات بصراحة داخلية وربما حتى خارجية. حتى نكون صريحين، تشرين ليسوا بأنبياء أو ملائكة، لكن كل هذا الذي نتحدث عنه هو حديث واقعي لا يعطي الحق لأي إنسان ولأي قوة ولأي حكومة أن تقمع هؤلاء. ما داموا سلميين يجب أن تتوفر لهم الحماية. لذلك أنا أستبعد وجود تنسيق بالكامل، ربما تنسيق مع أشخاص فقط. نعم السيدة التميمي، يعني في مظاهرات 2019 كانت هناك مشاركة نسوية فاعلة، لكن لم نرصد عملية مشاركة ما بعد 2019 بنفس الزخم النسوي في 2019. هل ما تعرضت إليه المظاهرات من اختطاف بعض الناشطات، عملية اغتيال، عملية ترهيب، هي التي أزاحت الجيل النسوي إن صح التعبير عن المظاهرات، ولا ستكون هناك مشاركة فاعلة في هذه المظاهرات؟ بداية تحياتي لحضرتك والزملاء الأعزاء. تشرين 2019 كانت هي أيقونة وطنية توحد بها الشعب العراقي بمختلف طوائفه، لكن للأسف ما بعدها صارت انقسامات، عدم توحيد للصفوف، عدم وجود قيادة مركزية لجميع مفاصل التشرينيين، لذلك صارت حالة تشتت وعدم تركيز. بالإضافة هو ممكن حققوا مطالب، بعض من مطالبهم ب 2019 اللي هو الانتخابات المبكرة، استبدال رئيس الوزراء، كابينة وزارية جديدة، لكن لاقوا ما بعدها خيبة أمل كبيرة. هاي خيبة الأمل الكبيرة ممكن هي اللي خلت أعداد كبيرة من الشباب ومن النساء عدم مشاركتهم بتشرين. كانت هي أحد الملفات هي ملف إنهاء المغيبين، ملف قتل المتظاهرين، ملف إنهاء التدخلات الخارجية، فرص عمل للشباب. هاي الملفات ما تحققت. إحنا لحد الآن إحنا نشاهد تردي أكثر سنة بعد سنة، لذلك هذا اللي خلى إخفاق في ممكن يحقق نجاح كبير مثل ما اللي صار ب 2019. المشاركة النسوية، مشاركة النسوية ليس فقط النسوية. لا أيوة. هل ستكون هناك مشاركة نسوية فاعلة يوم السبت؟ أكيد، لكن ليس مثل 2019. الأسباب، الأسباب ذكرتها، أنه الملفات اللي كان طالبوا بيها التشرينيين ما تحققت نهائيا. هل هناك أسباب أمنية أيضا ضاغطة تمنع اليوم العوائل بإرسال يعني من يمثل أو من يحملون أفكار التشرين للتوجه إلى الساحات؟ طبعاً، لأن هي المظاهرات هي
المطلب الوحيد هو احنا نطلبه دائما المتظاهرين ان تكون سلميه، لكن التخوف الكبير انه ممكن يكون هناك تدخلات، ممكن تكون هناك اشتباكات مسلحه، والخاسر الاكبر هو من وراء يكون هو المتظاهر نفسه. لذلك هذا اللي ممكن ما راح نشوف المشاركه النسويه مثل 2019. نعم السيد الحسيني، يعني انتم كناشطين، يعني على ما يبدو الى الان هناك عمليه، يعني كل فرقه ترى بمنظر في موضوع التظاهرات، هناك من يريد اقتحام المنطقة الخضراء، هناك من يقول لا نتظاهر لساعات نؤكد نرفع صور الشهداء الذين سقطوا جراء هذه المظاهرات. أنت برأيك كيف ستكون مظاهرات يوم السبت، خاصة في ظل وجود احتقان سياسي، انسداد سياسي إلى الآن؟ هناك من يقول خاصة المظاهرات الأخيرة قبل أيام في جلسة البرلمان، كان هناك لبعض المحسوبين على التيار الصدري شاركوا في هذه المظاهرات ومن ثم انسحبوا، ومن ثم سمعنا عبر مكبرات الصوت في المنطقة في ساحة التحرير بأنه نعود يوم 11. هل ستكون هناك مشاركة صدرية واسعة أم لا فقط لتشرين؟ في البداية ولا أحد يشكل على أنه من كان هو ينتمي إلى التيار الصدري ويحمل فكرة تشرين، هذه نقطة يعني أخرى. في البداية تحياتي لك وتحياتي لكل الأخوة الأعزاء الموجودين ولكل من يشاهد الحلقة. أولا لنبدأ من أنه تشرين هي حالة احتجاج شعبية عامة، سواء كانت في شهر العاشر وسميت بتشرين، لنفصل ما بين التسمية وحالة الاحتجاج العامة. فبالتالي من الممكن أن تكون في تشرين أو في تموز أو في آب، والتظاهرات كثيرة، يعني هي انبثقت أو كانت قد أفرزت حالة الاحتجاج بشكل عام، ومن ثم تطورت وصولا إلى عام 2019. منذ 2011 كان العديد أيضا من المحاربة لهذه التظاهرات والاحتجاجات، والسيد مصطفى يعلم بذلك، حتى على أثرها سقط شهداء ومنهم هادي المهدي. فبالتالي وصولا إلى حالة الامتعاض الكبرى إن صح التعبير إلى 2019، ركزت عام 2019 نتيجة لمواجهة السلطة للتظاهرات. يعني كان الغريب في الأمر أنها جوبهت لأشخاص يحملون علما عراقيا وبشكل سلمي يواجه بآلة قناص، يعني في هذه الرصاصات وإعدامات ميدانية حدثت في عام 2019 في شارع الجملة العصبية، تحديدا يوم 14 أنا كنت حاضر فيها، إعدامات ميدانية حدثت في هذه المنطقة. فبالتالي هذا الهياج الجمعي سمي وكان نسبة إلى الشهر العاشر هو تشرين، فانبثقت تشرين وصولا إلى مراحلها المتتالية. أنا لا أميل إلى أنه ممكن أن تعاقب أو أنه تنتقد بهذا الشكل اللاذع تشرين، لأنها بالنهاية هي حالة طبيعية، مرحلة احتجاج تفرز آراء متعددة ومختلفة، سميت نتيجة الشهر انتسابا لهذا الشهر. كان العديد بهوية عراقية وصلوا إلى ساحة التحرير وبقية الساحات الأخرى، ممكن أنه تصل إلى هذه المرحلة من الانشقاق أو الانقسام، هكذا تسمى، شيء طبيعي جدا، ممكن أن تكون هذه الانقسامات نتيجة إلى آراء مختلفة، ممكن أنه أن تكون بقيادة موحدة. أنا أجزم بأنه لا يمكن لأي حركة احتجاجية إذا كانت غير حزبية أن تكون بقيادة ورأي واحد. نعم، تشرين التي انطلقت في 2019 كانت لديها مطالب محددة ذكرت من قبل الضيوف، تشرين 22 ما هو مطلبها الرئيسي؟ أنا أتفق مع الأخ مشرق قبل قليل، نوه إلى نقطة مهمة جدا، بعد 3 سنوات تشرين أصبحت أكثر فهما ونضجا واستيعابا وإدراكا للمرحلة السياسية، سواء كانت على مرحلة الاحتجاج ومسألة التنظيم وصلوا إلى مراحل متطورة، بالإضافة إلى النضج السياسي والوعي. حتى المطالب التي سترفع في يوم السبت القادم بحسب الاطلاع عليها ستكون دقيقة جدا من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية أيضا. شباب تشرين وصلوا إلى مرحلة حتى إذا ما أرادوا إصدار بيان يمثل قضية احتجاجية أو حالة احتجاج يلتزمون التزاما كبيرا بوجوب أن يكون حاضر فيها شخصيات قانونية وشخصيات سياسية وشخصيات أيضا لها باع أو خبرة بالدستور، حتى حينما يصدر البيان لا يقال بأنه تشرين صغيرة الحجم وقليلة الاستيعاب السياسي والقانوني وهي جاهلة بهذه المفاهيم. أعتقد تطورت جدا
ووصل حتى قضية أنه ممكن أن تحتك بالقوات الأمنية أم لا، وصلوا إلى مرحلة أنه ضرورة أن تبلغ القوات الأمنية وأن تأخذ الرخصة في حال إذا كان هناك دخول للمنطقة الخضراء. كل هذه الأمور هي بعين الاعتبار ومجهزة من قبل شباب تشرين، وأعطوا وأوصلوا رسالة إلى الحكومة بأنه كما لبقية الشخصيات أو التيارات أو الأحزاب أن تتظاهر وأن تصل إلى أبواب الخضراء وحتى دخول المنطقة الخضراء. أنا لا أعتقد بأنه المنطقة الخضراء هي طابو صرف للأحزاب السياسية، وإنما منطقة تعود للشعب العراقي، وكل ما موجود على هذه الأرض العراقية هو للشباب وللعراقيين أجمع، لا للسلطة السياسية ولا للأحزاب ولا للتيارات. فمن حقهم أن يتظاهروا وأن يدخلوا المنطقة الخضراء لإصدار بيانهم والتعبير عن رأيهم بشكل سلمي، هذا إذا كنا نؤمن فعلا كما تصدر من قبل الدولة العراقية أنه هناك ديمقراطية. الديمقراطية في العراق يعرفها الشباب، وبحاجة إلى أن يمسح عنها الغبار وتبتعد وتتأصل إلى حالة حقيقية للتأسيس إلى المرحلة القادمة الذي ينادي بها شباب تشرين، وهو التغيير الجذري الشامل والبناء الجديد الذي يؤسس لعملية سياسية جديدة تعرف وتعي معنى الديمقراطية. نعم، ونحن يعني في هذه الحلقة أيضا تحدثت في البداية بأننا سنبقي عينا على التظاهرات أيضا في إيران. هناك تطورات، نذهب إلى الزملاء في استوديوهات الحدث لرصد بعض التطورات من مظاهرات إيران، ومن ثم نعود إليكم. شكرا ماجد، وكما وعدناكم مشاهدينا سنبقي عيننا على تظاهرات إيران، حيث خرجت التظاهرات ولا تزال في كل من طهران وسنندج ورشهد وقم ومشهد وغيرها من المدن الإيرانية. كل هذه التظاهرات تطالب بالحرية وتدعم النساء وتدعو لسقوط النظام وتهتف الموت للديكتاتور والموت لخامنئي. مرة ثانية نعود إلى بغداد مع زميلنا ماجد حميد والحلقة الخاصة في ذكرى ثورة تشرين. مرحبا من جديد ماجد. نعم، يعني هذه المشاهد التي شاهدناها من طهران تذكر العراقيين
بما حدث في ثورة تشرين عام 2019. تقريبا نفس هذه المشاهد كانت هنا في ساحات العاصمة العراقية بغداد وفي المحافظات الجنوبية. أكمل الحوار مع ضيوفي وأعود إلى السيد الفراجي. يعني ساحة التحرير هي كانت الأيقونة لمظاهرات تشرين، لماذا تم اختيار ساحة النسور والتحرير؟ لا، بداية هي في كانت هناك محاولات أيضا لفتح ساحة النسور في أكثر من مرة عندما كنا ننتظر في تشرين. نعم. كانت هناك نوايا أن تتوسع رقعة الاحتجاج في حينها وتنتقل إلى جانب الكرخ، لكن كان هناك محاولات قمعية، حتى نتذكر يمكن رئيس البرلمان وحادثة نزع السترة كانت هنا موجودة في ساحة النسور. فبالتالي هي إحنا ما رايحين بعيد، بالتالي هي كل الساحات العراقية هي متاحة لجميع الشباب للحضور. لكن هناك من يقول بأن عملية تشتيت الجمهور ربما يعطي صورة للمتابع بأن تشرين اضمحلت عدد المشاركين. أنا راح أشوف كثير من صار حديث على موضوع التشتت، وأنا أريد أسوي مقارنة معكوسة لنقارن من هو تشتت وتشظى، التحالف الوطني أم جبهة التوافق أم التحالف الكردستاني هو اللي تشظى، أم الشباب اللي كانوا فراداً وخرجوا فراداً لأيقانتهم التحرير وأصبحوا بمجاميعهم تشظوا. التشظي واضح على قوى السلطة منذ 2003 ولغاية هذا اليوم، هناك تشظي واضح، لكن هاي الشباب طلعت أفراداً، ما كنا متعارفين، ما حد يعرف الثاني، بالتالي صاروا جماعات، وهذه الجماعات بداية صاروا أصدقاء وصاروا خيم، وبعد ذلك صاروا جماعات، صاروا تنسيقيات للاحتجاج، صاروا مجاميع تحتاج، وصاروا أحزاب سياسية أيضا، وحتى هؤلاء بدأوا الآن يتجمعون أكثر. تخيل خلال 3 سنوات ينحصر المشهد في ساحتين، ومجموعة منظمة هنا ومجموعة منظمة هناك، هذا صحيح. أما اليوم أنا أجي أعيب على هذه التظاهرات وأصفها بصفات أنه أناس في جهة وأناس تخرب وأناس معرفوا السفارات وأناس مع السلطة وأناس مع الإطار وأناس كذا مع التيار، هذا مو صحيح، ما أقدر أصنف. اليوم أنا رحت اختاريت خياراتي، إذا كنت رحت للسلطة اختاريت خيار السلطة وأخطأت، هذا معناته أنا خلاص تشرين، يعني هاي تشرين لازم تتهم بي. تشرين مو فكر معين وحزب منظم، حتى والله أنا أقول هذا الحزب خرج لي شخصية والشخصية تقلدت زمام أمور وفشل حتى يعاب علي باختيار الشخصيات، حتى احنا في اختيار الشخصيات ما كنا نختار. لا، هناك نقطة مهمة، أتذكر في الانتخابات، جنابك تتذكر جيدا والذكرى بعد تقريبا 10 أيام الذكرى الأولى عام على الانتخابات العراقية، هل المستقلين الذين دخلوا البرلمان والبعض منهم يحمل فكر تشرين والبعض منهم صعد في أصوات تشرين لأن تشرين أيضا تشظت في تلك الفترة بأنه يشارك وعدم المشاركة، كيف تنظرون؟ الموزين يحمل فكر حزبه، هذا أساس حزب وعنده حزبه مسؤول عنه، مو تشرين مسؤول عنه. تشرين طامحة بالتغيير، يعني تشرين تعاقب، تشرين تنتخب مشرق موزين تعاقبه ما تنتخبه بعد ما توصله، تقول تشرين جريئة، تشرين تحاسب الشخصيات الصادمة عندها، لكن بالتالي هي تشرين الوصف الأصح، الصوت الصادح بالحق، هذا فتشي إله، تشرين إله للحق اللي موجود هنا، بالتالي من يزل عن هذا الإله هو الذي كفر، مو تشرين كافرة. ما هو المطلب الرئيسي في مظاهرات التغيير الجذري؟ ولو طال الزمان يطيل الفترة الأوقات 10 سنين 15 سنة يقول هذا التغيير الجذري. لا تحاسبني يقول لي طالب، مرات واحد يقول لك طالب بمطالب واقعية، شنو تغيير جذري؟ لا طالب لي بأشياء توصلكم للسلطة، مو مشكلتي أنا أبويا، هذا اليوم من يتصدى يفشل أنا أظل أحاسبه. التغيير الجذري هذه نحاسبه، اللي إحنا نظل نركز عليه ونأكد عليه بمطلب سامي وهدف سامي لكل ساحات الاحتجاج. الاجتهاد اللي موجود إذا يجتهد اجتهاد خاطئ فهو اللي يزيل، مو تشرين اللي يزيل. نعم. سيد علا التميمي، هل تم لتشرين هناك منظمات داعمة؟ اليوم هناك الكثير من الجرحى، الكثير من العوائل التي سقط إليها شهداء، الكثير من العوائل اللي عندها مغيبين، هل استطعتم أن تكونوا عملية دعم لهذه العوائل؟ الصراحة أنا ذكرت أن هناك خيبة أمل كبيرة، لأن لم يتم معالجة تلك الملفات، وهي من ضمنها معالجة الجرحى وملف إنهاء ملف المغيبين أو قتل المتظاهرين، لذلك كانت خيبة كبيرة لمطالبهم. حالياً إحنا مثل ما ذكرنا نطلب أنه توحيد الصفوف، بعضهم انقسموا إلى قسمين، منهم كونوا حركات سياسية جديدة ومنهم
اعتزلوا السياسة. أنا اللي أطلبه من التشرينيين أن ينخرطون بالعملية السياسية، يكونون يحققون التغيير المرجو عن طريق صندوق الاقتراع، تكون نسبة العزوف اللي صارت بانتخابات 21 ما تتكرر بانتخابات القادمة. التغيير الحقيقي اللي يصير أو الطلبات اللي هم يطلبوها منها تغيير النظام الحكم، هذا ما راح يصير هذا التغيير بين يوم وضحاها، هذا يتحقق عن طريقة تحقيق أكبر عدد ممكن من المقاعد تحت قبة البرلمان، يتحدون مع أخوتهم اللي دخلوا قبة البرلمان من خلالها ممكن يحققون مطالبهم، وهو أولها تغيير نظام الحكم. طيب ماذا تحقق من نواب مستقلين محسوبين على تشرين داخل البرلمان؟ الآن القوى السياسية التقليدية استطاعت أن تجتمع بدون تشرين أو بدون النواب المستقلين. أكون يعني هناك نقطة مهمة، أصلاً في أصل عدم تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية هو تشتت المستقلين وذهاب قسم مع الإطار وذهاب قسم آخر مع الجهة الأخرى. لذلك هو توحيد الصفوف هو اللي يخلق تأثير لقوة تشرين، إذا ظلوا بالوضع المتشتت وماكو قيادة مركزية لصفوفهم ما راح يكون لهم تأثير بالساحة السياسية. احنا دا نشوف هسه حالياً أكو تصاعد توتر على مستوى الشارع السياسي الاحتجاجي، هذا مدى يخلق رأي موحد، وبالتالي احنا مدى نعرف النتائج. كل يوم عندنا احنا توقعات سياسية جديدة، حتى القيادات السياسية المخضرمة ما يعرفون باكر شنو اللي راح يصير. لذلك احنا اللي نتمنى هو الركيزة الأساسية انه تتوحد صفوف قوة تشرين. نعم يعني الدكتور العنبر، يعني في لقائي مع الدكتور حيدر العبادي قال بأنه يجب أن تكون هناك مظاهرات متجددة لأنه السياسيين لا يسمعون إلا بالصوت العالي. هل تعتقد بأن السياسيين اليوم بعد تشكيل تحالف إدارة الدولة ممكن أن يسمع لتشرين؟ شوف هي اللحظة المهمة والفاصلة أنه كثير من السياسيين رغم أنهم يخونونها رغم أنهم متورطين بعضهم بقتلها سواء على مستوى دعمهم هو بمجرد دعم الحكومة الماضية هو كان دعم لقتل المتظاهرين وضياع المسؤولية والمحاسبة لكل من تورط في قتل المتظاهرين هو تواطؤ ضد التظاهرات وضد تشرين. بالنتيجة النهائية حتى القوى السياسية من كان داعم الحكومة السابقة من كان حتى ضد تشرين من حيث المبدأ والفكرة لا يمكن أن يتنكر لمبادئ ومطالب تشرين. أنا أعتقد هذا المكسب المهم اللي ما قدرت كل القوى السياسية أنه يعني تتنكر لأحقية ومطالب تشرين، ومرات حتى بعضهم يريد يقدم نفسه بأن هاي قريبة من عندهم بس يختلف بالآليات. مثل ما قال الأستاذ مشرق قال إحنا نريد تغيير جذري، هم ما يؤمنون بالتغيير الجذري. هذه النقطة الفارقة بين ما تسعى إليه تشرين. لذلك جذوة تشرين ستبقى لحظة فاصلة، هذه اللحظة الفاصلة تقترن بهدف التأكيد يوم بعد آخر بأحقيتها وأحقيتها. مثلا الآن كانت أنه مطلب تعديل الدستور، الآن كل القوى السياسية أيقلت تماما أن هذا الدستور بحكم الميت. والقضية الثانية الانتخابات سواء كانت مبكرة أو غير مبكرة ما هي قيمتها إذا كانت الزعامات السياسية من يتحكم بالمشهد السياسي ويتحدثون عن حوار وتوافق وغيرها من القضايا. قوى الإطار أو قوى الإدارة الدولة الآن مشكلتها الحقيقية تواجه ثلاث تحديات رئيسة. التحدي الأول هو الصدريين خصومهم، والتحدي الثاني هو التشرينيين، يعني الآن والثالث هذه نقطة ونحن نتحدث اليوم هم الآن في البصرة موجودين ويتظاهرون ويخرجون بأعدادهم بس عندهم قدرة على التنظيم حقيقة وعندهم قدرة على الطاعة وعندهم قدرة على الاستجابة للأوامر وعندهم توجه واضح. هم يحاولون يستقطبون تشرين أو بعضهم يحاول يقدم نفسه بأنه قريب من تشرين. تجربتهم بالتحالف مع التشرينيين لم تكن موفقة حقيقة، وكان ممكن أن تحدث فارق نوعي لو تحالف التشرينيون أو استمر التحالف بين التشرينيون والصدريون في انتخابات 21. لكن حقيقة كان هنالك تصادم وكان هنالك مشكلة حقيقية. نعم. أنت ما ممكن أنت تمثل السلطة وجزء بالسلطة ومشارك بها ومشارك بحكومة وتدعي أنك تنتمي إلى حركة احتجاج. نعم. الاتهامات التي كانت ضد تشرين أبناء السفارة تمويل خارجي وهذه الشماعة والإعلام وما أعرف شنو، بعد كل الذي فقدوه إلى الآن الجرحى يعانون، إلى الآن هناك عوائل للضحايا،
إلى الآن هناك مغيبين. هل هذه الاتهامات فقدت شرعيتها في ظل بعد 3 سنوات؟ هذه الاتهامات هم صارت مستهلكة، لأن هي مو بس التشرينين، من فضل الله همين صار عندك بعد انتخابات صاروا عندك السيد الحلبوسي متهم بها من قبل قوى الإطار، كان صهيونيا بالضبط وتطبيعيا والتحالف كله تطبيعي، بعدين رجعوا وتحالفوا وياه، والتحالف الكردستاني ايضا نفس الشيء، قصدي البارتي حزب الديمقراط الكردستاني. يعني هذه هم اجت تزكيه نوع من تشرين، يعني ظاهر اي واحد يخاصم طرف معين يتهمه بهذه الاتهامات، لذلك استهلكت اعلاميا. بس المشكله الحقيقيه هي مشكله اكبر من قضيه الالتزامات التي تقدم. هذه منظومه خراب، لا تتوقع من يأتي نتيجة لهذه المنظومة الخراب أن يكون قادراً على تصحيح مسار، بمعنى أنه يكون قادراً أن يقدم التزامات وهو ما قادر على يعني تصحيح مسار ارتباط الناس بالحكومة. فهذا التخاذل وهذا حقيقة العجز عن حماية، وحتى الاغتيالات حدثت في فترة بعد انتهاء حركات الاحتجاج تشرين. كثير من الناشطين يعرفون كل زين أنه أصبحوا مهددين ويعني بالمنافي. المشكلة الأساسية أنه أنت ما ممكن تعول على منظومة خراب هي ما مقدمة للمواطنين حتى تقدم للتشرينين. نعم السيد السعدون، يعني سمعنا بعض الأصوات التي تتحدث أو تتخوف من أنه ربما يكون هناك عملية اندساس، عملية اغتيال لمتظاهرين، ويكون هناك عملية تصعيد. هل لديكم هذا التخوف؟ وأسألك عن موضوع عملية رصدكم خلال 3 سنوات لعملية جرحى تشرين، ضحايا تشرين، مغيبي تشرين. يعني بالمحصلة لا توجد حركة احتجاجية أو تحرك لجماعة ما دون أن يستغل، هذا طبيعي. هناك استغلال داخلي، هناك استغلال خارجي، ومن الغباء إذا أنا عندي مصلحة بالعراق بصراحة تامة، من الغباء إذا أكو حركة ما أستغلها. لكن أن نتهم الناس ونشيطن المحتجين وننظر فقط إلى ما يسمى بالاندساس، وما نقدر إحنا عندنا 1.5 مليون رجل أمن تقريبا يأخذون رواتب من الدولة نوفر لهم حماية، هذه كارثة. هذه المشكلة بينا مو مشكلة بالمندسين. القصة الأساسية أنه الاحتجاجات هي يعني كل شيء في العراق محفز على الاحتجاج لحضرتك، حتى لو كنا نعيش نحن في ربما في حالة أفضل من غيرنا، لكن كل شيء يحفز. هذا الازدحام اللي بالشارع وهاي الأصوات الهورنات السيارات، هاي المفروض احنا نطلع عليها احتجاج لو كنا في دولة محترمة. بالنسبة لعلاج التشرينيين أو عفوا الجرحى، كان أكو دور للحكومة، حكومة السيد مصطفى الكاظم، لكن بصراحة حتى نكون واقعين ما كان دور حقيقي. الحكومة غير قادرة على توفير تخصيصات مالية لهم. الذين أرسلوا إلى ألمانيا قد كان عددهم 15-20، هؤلاء صرف عليهم وهذه معلومة يعني ما يقارب بين 2 و3 مليون دولار. هؤلاء الذين أرسلوا إلى ألمانيا لا يمكن لأحد أن يعيد أعضاءهم الجسدية، ولا يمكن أن يعيدهم أن يسيروا على الأرض إلا الله وحده. وكان هذه التقارير الطبية الموجودة لدى الحكومة ولدى تحديدا وزارة الصحة، أرسلوا إلى هناك فقط لمساعدتهم لحفظ كرامتهم عندما يذهبون إلى يعني قضاء حاجتهم، هو أن لا من دون مساعدة أحد. بالتالي لا يوجد هناك ملف حقيقي لعلاج جرحى تشرين. وعندما أريد أن تكون هناك قوائم لجرحى احتجاجات تشرين استغلها البعض بصراحة تامة، وخضع الموضوع للابتزاز. الحكومة ابتزت، يعني هسه الحكومة احنا نعرف ان الحكومة هي تبتزنا بصراحة، الحكومة ابتزت. وبعض الجرحى ايضا تعرضوا للخداع من قبل اشخاص متظاهرين ومن قبل الحكومة ايضا، انا صريح جدا. لذلك الخذلان كان كبير لهؤلاء، يعني طفل عمره 16-17 سنة طلع حتى يظاهر، ابسط حقوقه هو ان يجد علاج، يجد من يساعده على أن يكمل تعليمه، يكمل حياته. هذا عندما أنت تهمل هذا
بعد ما حد يطلع يتظاهر، لذلك انا كنت يعني عملية التراجع الان، يعني هناك هل يعني هناك من يقول بانه عملية التراجع في المظاهرات هي تحسب لعدة نقاط، واحد موضوع المشاركة السياسية والفشل في ان يكون هناك شيء واضح لتشرين في البرلمان العراقي، ثانيا موضوع الاغتيالات، موضوع التهديدات، موضوع الميليشيات، هذه كلها عوامل ستساعد في عملية ان لن تكون هناك هذه الملايين التي خرجت في 2019. هي ما كانت ملايين حتى تكون صدق، الشارع ضخرت، ولا حتى التيار الصدري عنده ملايين. أنا طيارتي بالسبعة زين. ولا حتى التيار الصدري عنده ملايين من المتظاهرين، ما حد يقدر يطلع ملايين. أنا أعتقد فقط يعني ربما المرجع السيد السيستاني. لا، هناك نقطة واحدة، عندما كنا في 2019 شاهدنا أبناء العاصمة العراقية بغداد وأبناء محافظات أخرى، نعم، كانوا يخرجون ويعودون، نعم، هذا كبيرة الذي حسبناه في الملايين، ليس كبيرة المظاهرة التي كانت موجودة. والغاضبون على النظام السياسي هم ربما 37 أو 38 مليون عراقي، وكانوا فرحين في ذلك الوقت بالضبط، والمتظاهرون الذين يخرجون في الساحات هم عدد قليل. ما أريد قوله بالنسبة للسؤال، تشرين ما زالت هي فكرة لدى كل عراقي، وتشرين ما عادت هي يعني هي ليست بالأساس أيديولوجية أو هي تنظيم سياسي، كل عراقي ممكن في أي لحظة ما يخرج. لكن كنت أحكي ويا الدكتور قبل اللقاء، عراقيين بعد ما لهم خلق يتظاهرون بصراحة، ما يؤشر ذلك هو تظاهرات الإطار التنسيقي بصراحة اللي ظهروا بالإطار التنسيقي، ربما يعني فقط ربما تيار الحكمة وعصائب أهل الحق لديهم جماهير تنظيمية مؤسساتية بصراحة، بقية المتظاهرين في الإطار التنسيقي هم عناصر في الحشد الشعبي، هذا إذا ما يتظاهر ممكن ينقطع راتبه. على مستوى التيار الصدري بصراحة أنا يعني كمراقب ما كانت تظاهراتهم تصل إلى مئات الآلاف بصراحة، ربما عشرات الآلاف. اليوم تشرين أو أي تظاهرة لا يمكن لها أن تستمر كثيرا، ربما نجد مئات، والمئات هنا ربما تتجاوز الألف، يعني حتى تكون القصة واضحة. العراقي بعد خذلان من ركب، لماذا لا نقول العراقي بعد عمليات الاغتيال والقتل والتغييب والميليشيات ما له خلق، بعد ما له خلق الظاهر، ما له خلق، لا خوف المصطفى، خلينا نكون صريحين، انت اليوم متظاهر يخرج الظاهر يقتل بالكاتم وبالقناص، تريد والله يطلع تقول لي خذلان بسبب العلاج، قلت لك هذا الخذلان اللي يتعرض له المتظاهر، وبسبب عمليات الاغتيال، وبسبب العنف المفرط من قبل السلطات، ويضاف الى ذلك من ركب على ظهر تشرين وخذل العراقيين، هؤلاء جزء كبير من الخذلان. نعم. السيد الحسيني، يعني المظاهرات يوم السبت، هل سيتم التركيز على موضوع لا تشكل حكومة عراقية قادمة إلا بأن يكون هناك توافق سياسي، أو لا سيتم التأكيد على المطالب السابقة، محاربة الفساد، تعديل الدستور، محاسبة قتلة تشرين وإلى آخره؟ يعني قبل الإجابة عن السؤال، ملاحظات سريعة إذا سمحت لي. طبعا بالنسبة لما تفضل به الأخ العزيز مشرق فيما يخص أنه تأليه أو تقديس تشرين، أنا لا أتفق معه مطلقا، لأنه سيعدم حالة النقد، وضروري أن تكون تشرين هي حالة طبيعية حتى تنتقد للتقويم، فإذا ما قدسناها بالتالي ستصبح حالها حال ما نعانيه الآن في الشارع العراقي، وهذا خطأ. أعتقد ملاحظة ثانية، أنا أعتقد شخصيا بأنه من زرع أو وضع الإحباط واليأس لدى شباب تشرين والشارع العراقي عموما بعدما كان يتأمل في تشرين، هو أنهم الإخوة الأعزاء في الخط السياسي الذين حاولوا تحزيب تشرين قفزوا قفزة سريعة على الاحتجاج قبل تنظيمه وقبل أن يكون موحدا بصف واحد أو تنسيقية أو لجنة. هذه الحالة أو هذه القفزة طبعا هو ليس طعنا بهم، هي آراء بالنهاية، وبالتالي هو الاحتجاج فعل سياسي نعلم ذلك، لكن من الأفضل لتشرين كان ينبغي لها أن توحد صفوفها احتجاجيا عبر لجنة مختارة، وتنتج مشروعا سياسيا مؤيد من الاحتجاج أو الشارع المحتج وبشكل موحد. الذي رأيناه أو الذي أصاب تشرين بالإحباط بأنه أحزاب متعددة ومتناثرة
حتى لم تستطع في لحظة انتخاب 2021 أن تتوحد بقائمة واحدة لتمثل تشرين. لا، أنا ما عندي وقت. باختصار، نعم، ما هو المطلب الرئيسي لتشرين السابق؟ تشرين المطلب الرئيسي لا تريد توافق مثل ما تفضلت، أو أنه ممكن تدعو الكتل السياسية والأحزاب إلى الحوار إطلاقا. تشرين موقفها واحد ومطالبتها واحدة، التغيير الجذري والتأسيس إلى مرحلة صفرية إن صح التعبير، تصفير كل العملية السياسية والبدء بمرحلة جديدة من تعديلات دستورية ومن قانون وقانون انتخابات وتفعيل قانون الأحزاب الذي يحد من سلطة الأحزاب التي تمتلك أجنحة سياسية وتمتلك ذات سطوة على القرار السياسي. نعم، شكرا للضيوف الكرام في هذه المشاركة لمناقشة ذكرى تشرين الثالثة كيف ستكون، وأيضا الشكر موصول لمشاهدي الكرام.